السلام عليكم. قصتنا اليوم مع أحد زعماء يثرب في الجاهلية، وسيد بني سلمة المسود، اسمه عمرو بن الجموح. عمرو هذا كان عنده صنم خاص يعبده، سماه مناة، ومسوية من الخشب الراقي النفيس، يعني شغل مو أي كلام. يعني مثل ما في الآن واحد عنده طيارة خاصة ويخت خاص، لا، قبل الأشراف في الجاهلية عنده صنم خاص في البيت يعبده، يتبرك بصنمه في الغدو والرواح، ويذبح له في المناسبات، ويلجأ إليه في الملمات، يعني عقله خارج التغطية. وكما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مصعب ابن عمير إلى المدينة حتى يعلمهم الإسلام، وفعلا تأثر به كثير من شباب المدينة. الشاهد أن عمرو بن جموح ما عجبتها الحركة، فدخل على زوجته هند مغضبا يحذرها. قال لها: يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يقصد مصعب ابن عمير. ما درى عمرو بن الجموح أن زوجته هند أسلمت، وأن أولاد الثلاثة معاذ ومعوذ وخلاد أسلموا جميعا. الله أكبر! الآن المعادلة تغيرت، صار عيال معاذ ومعوذ وخلاد يفكرون كيف يدعون أبوهم عمرو إلى الإسلام. ولد معاذ كان من أصدقائه معاذ بن جبل، وهذا أيضا صحابي عظيم. اجتمعوا مرة ثانية يفكرون كيف يدعون والدهم للإسلام. كان معاذ بن جبل قال لهم: أنتم عياله، لو دعوتموه الإسلام لعله صد. طيب إيش الحل؟ الحيلة. طيب شنو العمل؟ قال لهم: شوفوا، ما في إلا هذه صنة ذي من الخشب النفيس، شغل مضبوط. هذا الصنم اللي هو عظمه نحوله إلى سخرية. طيب شلون؟ لابد ننتظر الليل، وغالبا المؤامرات والحيل تصير في الليل. انتظروا لما نام عمرو بن الجموح وعياله معاهم معاذ بن جبل، طبوا على الصنم من الخشب النفيس وشالوا. سووا في عاد، قام عمرو بن الجموح الصبح الريال تريق وراح عند الصنم يتبرك حق سائر يومه، ما حصل صنمه، جن جنونه، يدور عليه هني هناك في التجوري داخل البيت خارج البيت، تم يتهدد يصارخ: من عدا على صنمي هذه الليلة من الخشب النفيس؟ وبعد البحث العميق حصل صنمه منكس على رأسه في حفرة الدمنة، الله يعزكم، مكان القاذورات. غضب عمرو غضبا شديدا وقال: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. شال ونظفه وطيبه. فلما كان يوم الثاني سووا في نفس الدقة، حصله في يوم في النهار في الحفرة مكان القاذورات. يوم الثالث نفس الشيء. اليوم الأخير عمرو بن جبوح انتبه، فسوى حركة مختلفة وقال كلام للصنم كلاما مختلفا. فماذا حصل؟ تابعوني بكرة.